السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم انا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، يعني وين يعني ارتيريا منافس المنتخب المغربي في مجموعته في كأس العالم في إقصائيات في تصفيات كأس العالم 2026 بأمريكا والمكسيك وكندا ينسحب من تصفيات كأس العالم. نقول لكم نعاودوها، كاين بزاف منتخبات غادي تخرج، يعني حتى وين نقولوا بلي الاخرى بالك موزمبيق بالك غادي ما نلعبوهاش، بالك حنا موزمبيق ما غاديش نلعبولها، ما تنشوف تعرف خاطر على المغرب الفضل هما بغاوش يلعبوا عندهم. تونس بالك، تونس بالك حنا كنت تزيد تعاوننا تونس فانك ما تقبلهمش ما تقبلهمش، ولا مصر فانك ما تقبلهمش، علامه كاع وما خاطش عندهم استاد فيه الاخر استاد طارطو هذه، والله استطعت انا نقول لك ما تجيش تعرف، لازم يكون لازم يخمم لها، لازم تخمم لها مليح. انا مذابيبة، انا واحد مازال انا واحد من الناس مذابية، ما نكذبش عليك يا ودي راحت البال، انا مذابيه ما نلعبش في تنزانيا، ما نكذب عليكم. هيا الارتيريا هذي، هذو اللي صاني كيما ذكرك اللي انت تجري هو حصل لك بين كرعيك، هذه ارتيريا هذه تنزانيا هذو على بالك يغبدوك يغبدوك اللي شو تاعك تجري هما بين كرعيك يلعبوك، تولي دير لك ماتش دقيقة تدخل حاجة ها بريمير ميطو لعب دوزيام ميطو نص ساعة طك يقعدوا لك الراوليك ما صاب قيس الراو قيس الراو اكزام هاك ما صاب ضرب 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 تعشي داخل تعشي دخلينك في حيطة وصرات الا شعبك كيما هاك. واو احنا غير مثال تنزانيا حنايا حاقرين على تنزانيا، لعبت تنزانيا عندي تدي ربعة، تنزانيا تدي ربعة، بصح شو رأس الأخضر، رأس الأخضر مي لعبنا لا كرون كومبري و يعني جاو خمسة، عاد شو هادو المنتخبات زعما صغار ما نهدرش، حنا المنتخبات الكبار مازلنا ما ربحناهمش، حنايا من 2021 ورواح منتخبات كبار ما ربحناهمش، كنت تحسب انت نقلعوا نقلعوا سيراليون ونقلعوا نقلعوا اوغندا غينيا استوائيه وكل زعما بوركينا فاسو ما ربحناهاش، كاميرون ما ربحناهاش، كيسموها كوت ديفوار ما ربحناهاش، المالي ما ربحناش، السويد ما ربحناش، مصر ما ربحناهاش، تونس ما ربحناهاش، ما ربحناش. خاطر علاه كاين اللي يقول لك بلي ربحنا السينيغال في السينيغال، يا ودي يا جماعه السينيغال حنا لا بيت نور تاعها، وزيد حنا السينيغال السينيغال ما لعبتناش كرون كومبلي، ما لعبوناش كرون كومبلي، السينيغال دوك اللي لعبوا كونتر ربحوا البرازيل ماشي هما، ماشي يكون على بالكم حنا السينيغال اليو سيسي دخل ستة، حنا لعبنا كرون كومبلي، حنا كوما تبليساش كوما نضرش في غولي كلش كان ما غاديش ما كاش تبديلات الوقت تلعب تدقيق تالية، هذه هي وين افادت يعني ربحنا باش يجي اونترينا يقول لكم خرجوا لي لا ليست تاعي تما تنربحوا، عندنا قارو كونت بس يقولها ما قالهاش خسارة. نعاودو نولو وين افادت تقارير الصحيفة بان المنتخب ارتيريا انسحب بشكل رسمي من غمار تصفيات إفريقية المؤهلة لكأس العالم والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وحسب ما نقلته تقارير إعلامية أرتيريا عن وكالة أنباء يعني وين ال وا وا ساي ساي لك روحو لاكن عيط له لاكن عيط له خويا ساي ساي لاكن عيط له عيط له عيط له قال لي لاكن روحو راني قارع له اسمحوا لي نهضر مع خويا، والتي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وحسب ما نقلته تقارير إعلامية أرتيرية من وكالة أنباء محلية فإن الاتحاد المحلي لكرة القدم قرر الانسحاب
وعدم المشاركة في تصفيات كأس العالم لهذا العام قبل أسبوعين من مواجهة المنتخب المغربي. هذوك ما عندهم لا أسطار، ما عندهم لعابة، يعني لعابة تاوعهم ساكنة أنا نشوفو فيهم والله ما كاش كاع، الكارديال تاعهم تقول بيها زلابية يا أخويا، حنا مولاش نعيبو بصح الكارديال تقول بيها زلابية يا أخويا، مولاك ها ما عندهم ساكن، ها ها ما كاش ها واقع الكارديال هذاك مسكين والله إلا بيها زلابية نقولك. وأكدت نفس المصادر أن قرار انسحاب إريتريا جاء بسبب عدم موافقة يعني زبيدي مفاوض إريتريا للرياضة والثقافة والذي يشرف أيضا على الاتحاد المحلي لكرة القدم على خوض غبار تصفيات أزمة مالية خانقة. ويتواجد المنتخب إريتريا في المجموعة الخامسة لتصفيات مونديال والتي تضم منتخب المغرب إلى جانب زامبيا، كونغو، تنزانيا والنيجر. ويشير إلى أن المنتخب إريتريا كان قد انسحب سابقا من غمار تصفيات كأس أمم إفريقيا. يا ودي ومساكين ما لعبوش كوب دافريك، كاليفيكاسيون كوب دافريك ما لعبوهاش، تقبلوا في الغاشي، ما تقبلوش في الغاشي، الغاشي نشوف، يعني ونعاودو نولو نتكلمو وين الركراكي يدرس خيارين يعني عن تصفيات كأس العالم بعد انسحاب إريتريا، يدرس وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي في بعد اعتذار اتحاد إريتريا لكرة القدم من عن المشاركة في تصفيات إفريقية المؤهلة لكأس العالم. وبحسب المصادر الإعلامية فإن الاتحاد المغربي تلقى إشارة يعني رسمية بأن إريتريا يعني أحد المنتخبات الحاضرة ضمن مجموعة المغرب في تصفيات قد تعذر عن المشاركة بسبب صعوبة مالية. وفي حال يعني وبعد تأكد يعني اعتذار إريتريا سيضطر المنتخب المغربي إلى تغيير برنامجه التحضيري للتصفيات. الخيار الأول الذي يدرسه الركراكي هو اقتصار يعني المنتخب المغرب على معسكر تدريبي داخل مجمع محمد السادس لصعوبة العثور على مباراة ودية في الوقت الحالي بالنظر يعني لالتزام الفرق الإفريقية بالجولة الأولى للتصفيات. أما الخيار الثاني فهو خوض مباراة تدريبية بين لاعبين المنتخب المغربي واحد يعني وأحد الأندية المغربية بشكل مغلق داخل مجمع لتفادي يعني لحدوث إصابات، وبعدها السفر نحو دار السلام لمواجهة تنزانيا يوم 19 نوفمبر ضمن الجولة الثانية من تصفيات. وسيتم الإعلان عن قرار نهائي للمنتخب المغربي بعد إعلان اتحاد إريتريا وموقفه من المشاركة يعني في التصفيات. وين تايبو هما 19 جولون عاو بارتية شابة والآخر صعيب عاد العمرو صعيب والله لا صعيب. شو بير عندك الحق مي قلت لنا ساندوز برا تلعب خير من الداخل يودي وها مونك ساندوز دونزي برا. انا نقول لك في بلادها قادر تربحها وانا نقول لك ساندوز دونزي تك حسب تك حسب ما لست بعبولة ولا كي ورضا توبة الله العظيم. استيتير مو هذا صاحبي، تلعب ناس، قول،
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجوا لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ونمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.